مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد. في هذا الشرح غادي نتعلموا كيفاش ممكن نشغلوا تطبيقات الويب، تطبيقات البي اش بي مثلا على كلاود جوجل كلاود ولا جي سي بي جوجل كلاود بلاتفورم. هنا غادي تمشيو للكمبيوت انجن، غتكليكيو على كمبيوت انجن، غادي ديرو كرييت انستانس، نسميوها مثلا بي اش بي فوروم. غادي تختاروا لا ريجيون اللي فيها الداتا سنتر، نختاروا لوروب حيت لوروب قريب المغرب، غادي تكون لا لاتونس قليله. نختاروا فرانكفورت. هنا عدد لي سي بي يو، فالثمن فهو مرتبط بعدد لي سي بي يو وبلا رام. هنا نظام الاشتغال اللي بغيتي تخدمو به، غادي نختارو دوبيان ستريتش ولا نديرو الاوبونتو. نختارو الاوبونتو. الاوبونتو ال تي اس. نديرو كرييت. الهدف من هذا التوتوريال هو تشغيل واحد التطبيق اللي مسمى ب بي اش بي بي بي. بي اش بي 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 تسمح لينا انستالي واحد الفورم، فهو رائع هذا التطبيق ونسبيا فهو سيكوريزي مقارنة مع السكريبتات الخاصة بالفورم. كما تلاحظوا فالآن قمنا بإنشاء الانستانس، فهاد لي زانستانس هما فقط خاصين بالتست، يعني لا رو دي ماريتو غادي تمشي على الانستانس. اللي تهمنا هنا هو ال SSH. Show and edit SSH key. هنا خصني نضيف الكلي اس اس اش. فهاد الكلي اس اس اش كتديرو اس اس اش كيجن كيجن باش تجنريوها. انا ديجا عندي هاد الاس اس اش، هاد الكلي اس اس اش كات اس اب وان كليب. نديرو كوبي كول هنا ومن ثم نديرو سيف. الان غادي نحاولو ناخذو هاد لادريس اي بي ونديرو اس اس اش روت اروباس. كاين مشكل هو انا ما قبلتش هذيك البابليك كي، ما عرفتش السبب. كما تلاحظوا فالان دخلنا لهذا لو سيرفر. اول حاجه غادي نديرو ابديت ابديت. من بعد هاد البي اش بي بي بي
غادي نتيليشارجيوه. خصنا قاعدة بيانات ماريا دي بي، غادي نديرو ابتكات انستال ماريا دي بي سيرفر. من بعد غادي نديرو ابتكات انستال انجينيكس. و ابتكات انستال بي اش بي. النسخة ديال بي اش بي هي بي اش بي 7.2. اوكي الان غادي نديرو LSL. كما تلاحظوا ف انجينيكس و الماي سيكوال جي فهما خدامين. الان غادي نانستاليو بي اش بي اف بي ام. بعد هذه المرحلة غادي نديرو موف و اوبت انزيب هاد الارشيف ابتكيت انستال زيب. انزيب بي اش بي 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 و غادي نديرو شي اون نشانجيو الاونر. مزيان المرحلة الأخرى هي ناخدو هاد لادريس اي بي نديرو ليها كوبي كولي هنا في البراوزر. كما تلاحظوا فالسيرفر ويب فهو خدام. فقط على سبيل التجربة غنديرو ستوب لانجينيكس. كما تلاحظوا الان السيرفر ويب لا يشتغل. فهاد الخادم فهو خدام مزيان. الان المرحلة الثانية غادي ندخلو البي اش بي الماي سيكوال و نديرو كخي واحد لاباز دو دوني كرييت داتابيز بي اش بي 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 3 يوز بي اش بي 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 3. الان غادي ندير نكخي واحد ليتيليزاتور باب جراند grant and all php pp 3 to php pp arrobas localhost فهو يتكونيكتا من localhost identified by
بالطريق. ف ماي سيكول هي فقط خدامة على لوكال هوست. الان المرحله الاخرى هي لا كونفيغوراسيون ديال انجينيكس. بما اني ما تنتوفرش على الدي ان اس فهاد البي اتش بي 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 غادي نخدمو على ادريس اي بي مباشره. غادي ندخلو للسيت افيبو. الان بعد هاد المرحله غادي نبحثو على شي بروفيل مناسب خاص بانجينيكس و بي اش بي بي بي. غادي نديرو كوبي كولي لهاد القطعة هادي مع تغيير البات. هاد البات غادي نغيروه باش يتلائم مع التوزيعة اللي تنخدمو بها الشومان ديال لا ديستريبيسيون. كما تتلاحظو درت ليه كوبي كولي، غيرت فقط الشومان الخاص بي سوكيت يونيكس. نديرو ريستارت مرة أخرى وها من تما إعادة التشغيل. نضغط على انستال. هنا خصني انستالي هاد لي زيكستنسيون apt-get install php دوم. و apt-get install php mysql. هنا نعيدو التشغيل. كما تلاحظو فالامور دازت. مرة اخرى ندخلو المايسيكول. غادي نديرو الادمين نسميوه ام افاتير. نديرو لادريس ايميل. نديرو كلمة المرور. هنا الهوست نيم اللي فيه الداتابيز هو لوكال هوست. البور ديال ماي سيكول هو 3306. قاعدة البيانات فهي PHP ثلاثة وكلمة المرور خاصة بقاعدة البيانات هي 1 2 3 4 5 6. نفس الشيء بالنسبة للداتاباز نيم فهي PHP BP 3 واليوزر فهو PHP BP 3. هنا الدومين نيم إلا كان عندكم نوم دو دومين. هنا غادي نخلي غير لادريس اي بي فقط. SMTP سيرفر غادي ندير نو. هنا العنوان الخاص بي نسميه ماي فورم ولا ماي بروغرامي فورم. الان تم تنصيب هذا المنتدى بنجاح. كما تلاحظوا اذا دخلتوا لهذا العنوان فهذا هو المنتدى. يطلب مني قال لك بعد التنصيب
يجب حذف هذا الملف هذا المجلد المسمى ب انستال هذا التحميل الورنين اختفت من هذه اللوحة ممكن نديروا الإدارة ديال المنتدى مثلا إضافة المنتديات أقسام المنتديات إضافة اليوزر والجروب بيرميشن هنا الكاستم فيما يخص ستايل للتيم هنا اللوغ نقدروا نديروا باك اب ولا ريستور هنا الباك اب للتيبلز بي اش بي انفورميشن هنا معلومات على البي اش بي كما تلاحظوا الهوست نيم سيرفر اي بي اي فهو اف بي ام فاست اف بي ام كونفيغوراسيون ديالو كونفيغوراسيون ديال لي موديل اكسيتيرا هنا نقدروا نضيفوا اقسام ديال الفوروم وغادي من ثم غادي تبان لينا هنا في الفوروم كما تلاحظوا فهذه هي لا كاتيجوري بار ديفو غنضغطوا عليها غيعطينا هذا القسم هذا يور فيرست فوروم يعني اقسام المنتدى وهنا غادي تلاحظوا لي بوست ولا لي توبيك من هنا نقدروا نجاوبوه نقدروا نديروا ريبلاي نقدروا ثانكس سبميت هنا نديروا نيو توبيك مثلا فهاد الفورم الان والتي يحتوي على جوج ديال لي توبيك ومن الاسي بي ممكن تحكموا في المنتدى ديالكم بالطريقه اللي بغيتوا هنا تقدروا تضيفوا منتدى اخر سميه مثلا يونيكس اند يونيكس ادمنستريشن نضيفوا قسم اخر في المنتدى مثلا نتوركين جراتين الى اخره ومن ثم غادي تضيفوا البيرميشن على هذه المنتديات و هناك العديد من الكتب تتهضر على بي اش بي 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 شنو نقدروا نديروا تقدروا تزيدوا مثلا لوغ واحد لو سيستيم ديال لوغ في هذا الفوروم اللي غيقدر يوريكم لي زوتيليزاتور ملي تيكونيكتو هناك العديد من السوفتوير الخاص بالفوروم
مثلا هاد فلاكس بي بي تاع هو، فهاد فلاكس بي بي هو جد سهل مقارنة مع هاد البي اش، مع هاد البي اش بي بي بي، لأنه فيه فهو سامبل، يعني بسيط مقارنة مع البي اش بي بي بي. فالفلاكس بي بي هو مزيان إلا كنتو بغيت ديروه مثلا لشي، مثلا شي قسم ولا مدرسة، ولا باش مثلا الطلبة يبقاو يبارطاجيو لي دوكيمون، فهاد الفلاكس بي بي فهو مزيان وبسيط. وبعد البي اش بي 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 هو تقريبا تعمق عليه واحد شوية. كاين ايضا واحد السوفتوير اخر سميتو ماي بي بي، ولا هادشي كان تيهمكم غادي نديرو عليهم دروس في المستقبل على كيفاش ممكن تانستاليهم. نتمنىكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس حول كيفية تنصيب منتدى على كلاود جوجل كلاود كومبيوت، وشكرا.